الأربعاء العاشر من يناير، أهلا بكم في عدد جديد من اقتصاد بلس وتتابعونا معنا اليوم. الدبيبة يقول أن قرار الحكومة برفع الدعم عن المحروقات قد اتخذ وليس هناك رجعة في ذلك. محتجون يمهلون الحكومة 3 أيام قبل إغلاق مجمع مليتا النفطي. وتابعوا معنا أيضا بنقدارة يقول نسعى لتمويل مؤسسة النفط بطريقة الخصم المباشر من الإيرادات. التفاصيل تتابعونها معنا اليوم في اقتصاد بلاس، أهلا بكم. وإلا بداية نأخذكم إلى جولة إخبارية من صحيفة صدى الاقتصادية في أولى فقراتنا صدى الأخبار. في صدى الأخبار تلتحق بنا مباشرة الزميلة نسرين سليمان. نسرين مساء الخير. مساء النور وفاء، ورحب بجميع المشاهدين الكرام اللي تابعوا برنامج اقتصاد بلس وطبعا فقرات صحيفة صدى الاقتصادية. أهلا بك. إذا ننطلق نسرين بوكالة جلوبال بلاتس البريطانية التي تحدثت عن توقف مشاريع الشركات الإيطالية، قدمي لنا التفاصيل. طبعا افادت وكالة جلوبال بلاتس البريطانية الاثنين ان متظاهرين من منطقة اوباري في جنوب البلاد خرجوا الى الشوارع في الايام الاخيرة وسط غضب من ارتفاع اسعار الوقود ونقص الفرص الاقتصادية، كما تم اغلاق حقل الفيل الذي تبلغ طاقته 70,000 برميل يوميا. وقالت احد المصادر لوكالة جلوبال بلاتس طالب عدم الكشف عن هويته ان حقل الشرارة الذي يديره مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط واكينيو وريسبول وتوتال إنرجيز سيضطر إلى التوقف عن الضغط، وأشارت الضخ على التدر. وأشارت الوكالة إلى أنه يمكن أن يكون للقوة القاهرة تأثير على أسعار النفط الخام في البحر الأبيض المتوسط، حيث من المرشح أن يشهد مزيج أذربيجان والجزائر زيادة في الإنتاج. طيب نمر لمصرف ليبيا المركزي الذي بيّن لكم جملة من إجراءات تسهيل عمليات بيع النقد الأجنبي لعام 2024. طبعا كشف مصدر خاص في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية أن من ضمن إجراءات تسهيل عمليات بيع النقد الأجنبي لعام 2024 أن سيسمح المصرف المركزي ببيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية بقيمة محددة وإيداعها في حساب جاري لزبون المصرف بالعملة الأجنبية، ويحق للزبون بعدها بيعها وتحويلها لزبون آخر. كما يحق لمن يشتري العملة الأجنبية وتجميعها في حساب سواء صغار التجار أو أي تجار ومستثمر في تحويلها للخارج أو فتح اعتماد مستندي باستيراد السلع والخدمات. وهذه الوسيلة طبعا ستسهل تداول العملات الأجنبية بين الزبائن المصرف والاستفادة منها بدلا من تداولها في السوق الموازي. طيب نبقى مع المصرف المركزي الذي خاطب المصرف الإسلامي الليبي لمنحهم التمويلات لعدد من الشركات وذلك بالمخالفة لتعليماته. طبعا كشف مصدر صحيفة صدى الاقتصادية أن المصرف المركزي خاطب المصرف الإسلامي الليبي لمنحهم التمويلات لعدد من الشركات بالملايين وذلك بالمخالفة لتعليماته، وأن ما حدث سيعرض المصرف لأشد عقوبة والتي قد تصل إلى إيقاف مجلس الإدارة والمدير العام وتشكيل لجنة إدارية مؤقتة وإيقاف البنك عن عمليات بيع النقد الأجنبي، وطالب بتصحيح الإجراءات وتشكيل لجنة تحقيق وتحديد المسؤولين عليها خلال 10 أيام فقط. نعم، نختم مع مستشار شؤون الإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي الجريو الذي حدثكم عن تفاصيل الملتقى الأول لإدارات المخاطر والمراجعة والامتثال على مستوى المؤسسة والشركات التابعة لها. طبعا قال مستشار شؤون الإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي الجريو أن المؤسسة نظمت صباح الثلاثاء بمدينة طرابلس الملتقى الأول لإدارات المخاطر والمراجعة والامتثال على مستوى المؤسسة والشركات التابعة لها. وحضر الملتقى كل من رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار الدكتور علي محمود حسن وأعضاء مجلس الإدارة فضلا عن رؤساء مجالس الإدارة والمدراء العامون للشركات التابعة للمؤسسة ومدراء مكاتب المراجعة والمخاطر والامتثال فيها. وقال الجريو أن الملتقى الذي يعد الأول من نوعه يهدف إلى توحيد صفوف الدفاع الثلاث والمتمثلة في المراجعة والمخاطر والامتثال بالمؤسسة لضمان حمايتها من كافة المخاطر المحتملة، وذلك من خلال تطبيق المعايير والممارسات المعتمدة ونهج الشفافية والحوكمة الرشيدة للرقي والسمو بها للحاق بركب المؤسسات الدولية. نعم، شكرا لك نسرين، كانت هذه جولتنا في صحيفة صدى الاقتصادية. نمر الآن إلى أبرز الأخبار.
آخر الأخبار الاقتصادية على مدار 24 ساعة الأخيرة ونستهلها بالعناوين. محتجون يمهلون الحكومة 3 أيام قبل إغلاق مجمع مليتا النفطي. في مثلات قسائق وشاحنات يعتصمون بسبب الصعوبات التي يواجهونها. وتابعوا معنا أيضا 3.1 مليون طن فاتورة استيراد الحبوب المتوقعة في ليبيا. كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل. أمهل محتجو حراك استئصال الفساد حكومة الوحدة الوطنية 72 ساعة لإيقاف كافة العمليات الإنتاجية في حالة عدم إيقاف ما وصفوه بالتلاعب بمصدر رزق الليبيين. المحتجون طالبوا من خلال بيان ضمن وقفة احتجاجية أمام مجمع مليتا إيقاف التجاوزات التي يقوم بها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بنقدارة بحسب وصفهم. واعتبر المحتجون في بيانهم أن ما يقوم به رئيس المؤسسة الوطنية للنفط من إجراءات هي انتهاك لسيادة ليبيا وترقى حتى لمستوى الجريمة التي تستهدف تجويع الليبيين وسلبهم لحقوقهم. أما رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بنقدارة فقد تحدث عن السعي بالتعاون مع الحكومة إلى تغيير طريقة تمويل المؤسسة بطريقة الخصم المباشر من الإيرادات. وبيّن بنقدارة خلال افتتاح اجتماع الجمعية العمومية لشركة الخليج العربي للنفط، بيّن أن شركة الخليج استطاعت إنتاج 273 برميلا يوميا من النفط خلال سنة 2023، مما يبلغ نسبته 88% من المستهدف. وأشار إلى أهمية الالتزام بمعدلات الأداء وزيادة الإنتاج المتفق عليها مع الشركة، وستتم المحاسبة إن كان هناك تقاعس أو تقصير. كذلك لفت بنقدارة إلى أن الحكومة وافقت على مشروع كبير سيتم تنفيذ الفترة المقبلة، وهو مشروع ربط أنابيب حقول الواحة، والذي يربط حقول مناطق سرت بومان بمواني إيراس لانوف والسدرة بخط أنابيب يمتد لمسافة 700 كيلومتر. في ملف آخر، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة أن قرار الحكومة برفع الدعم عن المحروقات قد اتخذ ولا رجعة فيه، مشيرا إلى أن الوضع الحالي والذي وصلت فيه قيمة الدعم إلى 50% من دخل البلاد لا يجب أن يستمر. وأكد دبيبة بأن كل المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي ومصرف ليبيا المركزي والأجهزة الرقابية في البلاد حذرت جميعها من الاستمرار في الوضع الحالي والذي يستنزف فيه الدعم ميزانية الدولة، مضيفا بأن الوقود في ليبيا يعتبر مجانيا وهي أرخص دولة في العالم فيما يتعلق بأسعار المحروقات. أعتقد القرار أنا في عقلنا وفي كاف حكومة، أنا بقول لكم اتخذ خلاص، ما عادش عندنا رجع بعون الله. ليش؟ لأن كل الرقابة الدولية ومصرف ليبيا المركزي ودواوين الرقابية الداخلية كلها حذرت من الاستمرار في الوضع اللي احنا فيه. معناها قرارنا بالاستمرار في الوضع اللي احنا فيه مش معقولة، في حاجة غير مسبوقة ان احنا نوصل الدعم يوصل عند 50% من دخلنا. 50% من دخلنا، 50% خدمة اعلام تو أقول لكم، مش خدمتكم أنتم بس، والخمسين في المية الثانية هي عملية الإجراءات. أعتقد أن هذه خريطة طريق جيدة لرؤية واضحة. نظم سائق وشاحنات في مثلات يوم أمس اعتصاما منددين بالأوضاع المتردية التي يمر بها السواق، خاصة فيما يتعلق بسوء المعاملة في البوابات والمنافذ البرية وموازين الحمولة، وأيضا نقص الوقود في كل المناطق وفق تعبيرهم. فلنتابع. استنكر بأشد العبارات ما نتعرض له من ابتزاز وعدم احترام على طول الطريق الساحلي من مساعد إلى رأس جدير، من فرض أتوات ومخالفات من قبل المتواجدين في البوابات على طول الطريق الساحلي، مما يجعلنا نستنكر ونطالب الحكومة ووزارة الداخلية وكل جهات الاختصاص بالتدخل العاجل في هذا الأمر،
كما نطالب بوضع قيمة ثابتة للحمولة الزائدة، وأن يكون هناك ميزان معتمد على الطريق كما نطالب بتوفير الوقود في كامل المحطات وعدم ترك الأمر لسيطرة شخوص بعينهم، بحيث يمكننا التزود بالوقود في كل المحطات وبالسعر الرسمي. وما لا يعرفه الجميع بأن الكثير من زملائنا يبقون في الطريق لعدة أيام منتظرين التعبئة من المحطات الواقعة على الطريق الساحلي، وأحيانا يتم إخراجهم أو بيع الوقود لهم بسعر مرتفع. كما نطالب بوضع حد لما تقوم به بوابة الأربعين والبريقة والستين الواقعة في نطاق مديرية مصراتة وبوابة النوفلية، والتي يوجد بها أفراد المرور وغيرهم من بن جواد، وكذلك بوابات المنطقة الغربية. محاولات حثيثة لتحسين الأوضاع بمعبر راس الجير الحدودي. هذا المنفذ الذي يعد بوابة رئيسية مشتركة بين ليبيا وتونس، وهو من أهم المعابر البرية بالقارة الأفريقية إلى جانب معبر ذهب وازن، فأين تكمن أهمية هذه المنافذ، وما هي الإجراءات المتخذة لضمان سلاسة تدفق السلع والمسافرين؟ التفاصيل في هذا التقرير. على غير المعتاد، نفت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية وجود ازدحام بمنفذ راس الجير الحدودي مع تونس، مؤكدة انسياب حركة المسافرين بشكل طبيعي. كما أوضحت الوزارة أن الحركة في المنفذ تسير بشكل سلس، وذلك فيما يخص جميع المراحل الإجرائية، داعية الجميع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات. وطالما كان معبر راس الجير الحدودي بين تونس وليبيا معبرا ساخنا باعتباره يعد البوابة الرئيسية المشتركة بين البلدين إلى جانب معبر ذهب وازن، إذ شهدت البوابتان لسنوات أزمات متوالية أدت إلى إغلاق المعابر مرات عدة، فقد اشتكى المسافرون لسنوات من طول ساعات الانتظار التي وصلت أحيانا إلى 20 ساعة، إلى جانب اتهامات من الجانبين التونسي والليبي بإساءة متبادلة أثناء المرور ووقوع عمليات ابتزاز. ورغم امتداد الحدود البرية بين تونس وليبيا على طول 459 كيلومترا، فإن العلاقات بينهما ظلت دائما تتأرجح بين التقارب وتعزيز التبادل التجاري والتوتر وتراجع المبادلات. وقد كانت لتلك العلاقات المتقلبة تداعيات على حركة العبور في بوابة راس جدير، حيث كانت حركة المسافرين ترتفع في أوقات الوئام وتنخفض في أوقات التوتر. ولا شك أن معبر راس جدير إلى جانب معبر ذهب وازن قد أسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تونس وليبيا، وهو ما عزز أهمية المنفذين ودفع السلطات في كلا البلدين إلى العمل على تحسين الأوضاع. فتبعا لإحصاءات صادرة في أغسطس 2022، فقد شهد المعبر الحدودي راس جدير حركية كبيرة في الاتجاهين، حيث تضاعف عدد الوافدين إلى تونس ليتجاوز عتبة 7000 زائر يوميا. كما شهدت المبادلة التجارية انتعاشا، حيث وصل عدد الشاحنات التي تمر عبر الإجراءات الديوانية إلى أكثر من 200 شاحنة يوميا. وسعيا لمضاعفة المبادلات التجارية، أكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي ونظيره التونسي ضمن آخر مؤتمر صحفي جمعهما بمعبر راس جدير على الاستعداد المشترك لتطوير عمل الأجهزة الرقابية داخل المعبر واتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل حركة المسافرين والبضائع. كما أعلن وزير الداخلية الليبي عن تسلم وزارته لمنفذ راس جدير بالكامل لتطويره تقنيا وفنيا، مضيفا أنه من المزمع إنجاز أشغال صيانة بالمعبر لتفعيل المنفذ التونسي الليبي المشترك وفتحه في القريب العاجل. يشار إلى أن معبر راس جدير يكتسي أهمية اقتصادية بالغة باعتباره من أهم المعابر البرية بالقارة الأفريقية، بمعدل عدد مسافرين يتجاوز 6 مليون مسافر، وهو أكبر ممر تجاري بري بأفريقيا يتم استغلاله من تونس وليبيا. وتبعا لوزارة التجارة التونسية، فإن معبر راس جدير سيمكن 7 دول أفريقية منها النيجر ومالي وبوركينا فاسو وتشاد وأفريقيا الوسطى من الانفتاح على البحر المتوسط، الذي يعتبر طريقا تجاريا يمثل 35% من حجم التجارة العالمية. ولمناقشة تفاصيل الأوضاع في معبر راس جدير ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف ضيف الحصة الأستاذ أسامة الحمروني محمد، مدير مكتب العلاقات العامة والإعلام بمركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية بوزارة المواصلات. أستاذ أسامة مساء الخير، أهلا بك معنا في اقتصاد بلس. أهلا وسهلا بك.
في البداية أستاذ أسامة، إذن كيف يمكن اليوم، طبعا تابعنا في هذا التقرير وتابعنا منذ الأيام الفارطة كيف نفت وزارة الداخلية وجود ازدحام في معبر راس الجير وأكدت أن الأمور تسير بسلاسة، ولكن في ذات السياق نتابع يعني تذمر من قبل المواطنين لطول الإجراءات وتعقيد الإجراءات في معبر راس الجير. كيف توصف حضرتك أستاذ أسامة الوضع في معبر راس الجير؟ أهلا وسهلا بكم، ونشكركم كقناة الوسط على اهتمامكم الدائم وحرصكم المستمر على إيصال الصوت والصورة لكل مواطن ليبي داخل ليبيا وخارجها. فيما يتعلق منفذ راس الجدير، على ما أعتقد مشكلة هذه الازدحام متعاقبة من خلال السنوات السابقة، لكن نحن دائما كمركز إدارة تشغيل المنافذ البرية وبرئاسة المستشار الدكتور صلاح علي صالح رئيس المركز دائما نبحث مع الجهات العاملة والجهات الأمنية والضبطية في داخل المنفذ، دائما نبحث على إيجاد أبسط السبل والراحة لجميع المسافرين وخاصة المرضى منهم، بحكم أن منفذ راس الجدير يعتبر منفذ حيوي جدا ومشترك بين الدولة الليبية والدولة التونسية، في ويعتبر منفذ تعزيز العلاقات الاقتصادية بين ليبيا وتونس، وخاصة في التطورات الأخيرة التي حدثت. فمشكلة الازدحام هذه دائما نحن في صدد وضع خطة خلال هذا الشهر أو الشهر القادم بيد الله. أنتم كما تشاهدون في خلال الشهر السابق من خلال سنة 23 تمت إزالة بعض العوائق والمباني المخالفة، وهذه كلها طبعا تسبب في مشكلة الازدحام اللي توا قائم، وإحنا في تطوير طبعا الإزالات هذه تمت بتعاون مع إدارة إنفاذ القانون وشركة الخدمات العامة ومصلحة الجمارك والجوازات والجنسية في وضع آلية حديثة لمعالجة هذه الإشكاليات التي منها الممرات ومنها فتح البوابات الجديدة. يعني أستاذ أسامة نعم. التطوير الذي تتحدث عنه سيتم عبر تطوير البنية التحتية أم عبر تسهيل الإجراءات؟ اولا احنا نقولوا هي البنيه التحتيه دائما مربوطه بشكل اساسي لتسهيل الاجراءات. كيف انا نقدر نسهل اجراءات اذا البنيه التحتيه متاعي توجد عوائق في حركه المرور المسافرين او حركه دخول السيارات او الشاحنات او بشكل عام؟ لازم نوفر بنيه تحتيه مناسبه وملائمه، بعدها تلقائيا حتكون الاجراءات سلسه ومرنه باذن الله. وطبعا نحن دائما على تعاون مع كافه الجهات العامله في منفذ راس الجدير، وطبعا نشكر السيد معالي وزير المواصلات على حرصه الدائم الاستاذ محمد الشوبي على حرصه الدائم والمستمر على حل جميع اشكاليات منفذ راس الجدير، ونحن دائما بالتعاون كذلك مع وزاره الداخليه التي هي بوظيفتها تقوم لنا بتسهيل جميع الإجراءات هي الأمنية وتنظيم حركة الدخول والخروج وكل الإشكاليات اللي تحدث غالي، فنحن دائما على تواصل. طيب. وبإذن الله نعم. طيب أستاذ أسامة، تابعت في هذين اليومين تقريبا، لو سمحت لي بهذا السؤال، تونسيون في الجنوب التونسي يتذمرون من فرض معاليم لعبورهم إلى التراب الليبي، معاليم إضافية يعني لم تكن موجودة، ما حقيقة ذلك؟ وإن وجدت فعلا هذه المعاليم لو توضح لنا ذلك. نحن كمركز إدارة تشغيل المنافذ البرية لا علم لنا بهذه الرسوم المضافة، لأنه يوجد لدينا موظفون بيشتغلوا غادي بمنفذ راس الجدير، ودائما نحن على تواصل معهم. إذا كانت هي مرات تكون حاجات يعني أو دفع رسوم شخصية، لكن إحنا كجهات رسمية أو كجهات معتمدة من الدولة الليبية لا علم لنا بهذه الرسوم بشكل مباشر يعني. واضح. طيب أعود أيضا إلى ما كنا تابعناه في برنامجنا اليوم اقتصاد بلاس، سائقو الشاحنات الليبيون هم بدورهم يتذمرون من سوء معاملة في المعابر والبوابات في المنافذ البرية، كنا يعني نتابع احتجاجهم واعتصامهم مثلا البارحة في مسلاتة، وخلال اليومين القادمين تقريبا هناك احتجاج آخر لهم فيما يتعلق بما وصفوهم سوء معاملة في المنافذ البرية، ما ردك على ذلك؟ طبعا مرور الشاحنات فعلا صحيح
يشكل عائق دائما. احنا زي ما نلاحظ عبر الطريق العام نلاحظ ان في الشاحنات تتواجد بمسافه تقريب كيلومتر او اكثر بهي، وهذا كله شنو سببه؟ سببه ان هي في محطه لانتظار الشاحنات. المحطه هذه فيما سبق اداره المعابر التونسيه من خلال شهرين سابقين هيك مشينا احنا كلجنه طلعنا من مركز اداره تشغيل المنافذ البريه بالتواجد مع اداره المعابر التونسيه غادي، ووقفنا على هذه المحطة ورأيناها فعلا إن هي محطة لا يعني لا تسمح حتى بانتظار الشاحنات حتى إكرامية فاتفقنا احنا وياها على تطوير هذه المحطة من ترصيفها من الإضاءة متاحها، واتفقنا حتى مع الجانب التونسي إنهم هم احنا نتحملوا يعني جزء من الرصف او الاضاءه او شيء، وانهم هم بعد لان هم على ما اعتقد انهم هم يشتغلوا للساعه 12 بالمساء ويسكروا الجمارك التونسيه، فقالوا في حاله ان احنا فعلنا احنا بنستمر يعني بيديروا منظومه جديده حديثه غادي في المنفذ وبيبدا مستمر دائما على مدار 24 ساعه يعني باذن الله حتى هم مشكلتهم حتى تنتهي خلال فتره ان شاء الله. شكرا لك استاذ اسامه الحمروني محمد مدير مكتب العلاقات العامه والاعلام بمركز اداره وتشغيل المنافذ البريه بوزاره المواصلات على كل ما افدتنا به. اذا فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونواصل معكم اقتصاد بلس. مساء الخير، أهلا بكم من جديد في اقتصاد بلاس. والآن إلى آخر فقرتنا، نأخذكم اليوم إلى جولة في محل بيع المعدات الطبية بطرابلس. الجاونات مع محليات يبدأ من 75 دينار، وأن الكواليتي التركي يبدأ من 100 دينار. جميع الألوان متوفرة وجميع المقاسات، وأن الأحذية الطبية جميع المقاسات وجميع الشركات المتوفرة عندنا شركات فرنساوية وعندنا شركات تركية وعندنا زي نفسهم الأحذية، عندنا الأحذية التركية وعنا عظم الشركة التركية في منها جميع المقاسات وجميع الألوان. هذا رجالي، أسعاره تبدأ من 85 ل150 دينار طبي إن شاء الله كلها. الفرنساوي هدايا أسعاره تبدأ من 140 دينار كواليتي درجة عالية. وعنا الأحذية الطبية هذا متاع الدكاترة صارم حتى هم 130 دينار. ونجوع عندنا شباشب هما نسائيات حتى هم أسعارهم 95 دينار، وهذا في منهم أزرق وأحمر وقهوي كل شيء. نجوع الأحذية، عندنا الأحذية أسعارها تبدأ 140 دينار ل220 دينار. بعدين نجوع عندنا الأجهزة، عندنا أزجة الأكسجين يتعاملوا مع شركة سويسرية عادي، يتعاملوا مع الشركة الإيطالية. الأكسجين هضايا ب230 وهضايا ب220 إيطالي وسويسري. وعندنا أجهزة السكر حتى هما، وعندنا أجهزة الأكسجين. السكر ب75 دينار مقياس السكر. وعندنا أجهزة الضغط، عندنا الرقمي وعندنا الزئبقي. الرقمي ب220 والزئبقي ب200. وعندنا بدلات الممرضين والدكاترة، أن الخامة التركية كم هذه ب100 دينار، وعندنا منها حرايري وعندنا منها قطني وعندنا منها نايل كلهم متوفرين. جميع الألوان، في الأحمر في الأزرق كحلي وفي الأحمر في منها الرصاص. جميع الألوان متوفر، في منها هيك نايل أسعاره 75 دينار نايل كلهم متوفرين.
نهاية عددنا لليوم من اقتصاد بلس، شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، في أمان الله.